شكرا سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون. بداية بغيت نشكر السيد المستشار على طرح هذا السؤال. في هذه المناسبة بغيت نذكر بأن إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تم بموجب القانون 103/14 بتاريخ 22 فبراير 2018 وبدأت العمل الفعلي في فاتح يناير 2020 وتتعمل بها حاليا 726 ديال المستخدمين منهم 634 ملحق من وزارات النقل واللوجستيك. وقد حرص المشرع على ضمان الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية للمستخدمين وفق المادة 15 من القانون المشار إليه عليه اللي نص صراحة على أن لا تكون الوضعية النظامية للمستخدمين أقل فائدة من وضعيتهم السابقة. وبالفعل حرصت الوزارة والوكالة على بلورات نظام خاص بمستخدمي الوكالة يضمن ذلك. فيما يخص وضعيات الملحقين من الوزارة إنهم يستمرون في الاستفادة من جميع حقوقهم في الترقية والتقاعد. أما فيما يتعلق بالإلحاق فقد حددت المادة 14 من قانون إحداث الوكالة في مدة أقصاها 3 سنوات قابلة للجديد مرة واحدة، وعند انتهاء المدة المحددة يجوز للموظف الملحق إما إعادة إدماجه في سلكه الأصلي بإدارته الأصلية أو الإدماج بالوكالة بناء على طلبه. وبالنسبة للمرحلة الأولى 3 سنوات الأولى كإجراء استباقي وجهت مذكرة في الموضوع إلى كافة الموظفين تحت إشراف رؤسائهم المباشرين لتقديم طلباتهم في هذا الموضوع. وشكرا.